قد ايه المعادن مهمة جدا لأطفالنا. صحيح. زي ايه المعادن؟ الحقيقة خلينا قبل ما نقول زي ايه المعادن، بتزود التركيز عند الكبار والصغيرين كمان. أكيد. المعادن بتخلي الواحد دماغه كده، هي حلوة قوي لتحسين مستوى الدماغ او الذاكرة التفكير. الحقيقة المعادن ممكن كمان نلاقيها، مش بس اول ما بنجيب سيرة المعادن بيخيل لنا بس ايه ان احنا بناخد ادوية او فيتامينات، لكن الحقيقة المعادن يا مريم بنلاقيها كتير قوي قوي في الغذاء وفي الاكل اليومي. لو احنا اهتمينا بالغذاء اليومي متهيألي مش هنحتاج ناخد اي ادويه. يمكن في ناس بتستسهل الموضوع ده يا ميرفت، يعني انا قدامي يبقى الاكل اروح اخد ادويه في زنك وفي معادن كتير، فانا بدل ما اكل خلاص ده بالنسبه لي اسهل، وده اكتر حاجه غلط. يعني بالنسبه للمعادن الموجوده في الاكل كتير حوالينا ومتوفر. زي ايه مثلا؟ زي اول معانا الكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا لعظام الاطفال والاسنان، اللي دايما الامهات بتشتكي. صحيح. بنسمع يمكن دي اكتر شكوى، في تاخر في نمو الاسنان بتاعت اطفالي. طب ليه؟ ما احنا نرجع كده نشوف التغذيه بتاعتهم في الكالسيوم. بيشربوا لبن، يمكن لبن اهم حاجه. صحيح. نشربها علشان اسنان اطفالنا والعظام كمان. البيض كمان حلو جدا. صحيح. يعني الحاجات دي حلوه جدا للعظام. منتجات الالبان كلها زبادي وجبن واللبن، كل ده حلو جدا للكالسيوم. صحيح. حاجه تانية مريان، الحديد. حقيقة الحديد، والناس معظم الناس فاهمة ان نقص الحديد مش حاجة كويسة خالص، بيجيب فقر دم، بيجيب انيميا، بيجيب الوجه نفسه يبقى اصفر، الوهن، التعب، الواحد ما يحسش، حاسس ان هو مش قادر يعمل اي مجهود. فطبعا نقص الحديد بيكون من الحاجات اللي بتبقى وحشة قوي، وبالاخص كمان مع الاطفال بيخليهم ما يعرفوش يركزوا خالص في المدرسة. فطب الحديد ده هنلاقيه هنلاقيه مثلا في اللحوم، يعني اللحوم الحمراء بالأخص، الكبدة، الخضروات الورقية. يمكن ناس كتير تقول طب احنا صايمين دلوقتي هناكل ايه؟ مفيش كبدة، مفيش لحوم حمراء، مفيش خضار، لكن في خضروات خضراء. عارفين الحاجات الخضراء الداكنة زي الجرجير، البقدونس، السبانخ، الخس. يعني احنا الحقيقة بلدنا متوفر فيها كل الورقيات دي. سبانخ حلوه جدا. طبعا سبانخ حلوه جدا للاطفال كمان. هيقولوا لك بقى ما بنحبوهاش، نقدر جداً نخبيها في اكلات زي ما قلنا قبل كده. يمكن ده حقيقي. ممكن تتعمل بكذا شكل، المهم لازم تدخل للاطفال في السن ده. يمكن عنصر تاني مهم ولقينا اهميته جدا لما ظهرت جائحه كورونا، الزنك. طبعا بقى لازم ناخد الزنك في ادويه، في طعام، في كل حاجه علشان يقوي جهاز المناعه. طيب الزنك ده موجود في ايه؟ الزنك ده موجود في البيض برضو وفي اللحوم الحمراء. ولما بنتكلم عن تغذية احنا مش بنفرط في اكل اللحوم الحمراء برضو، لا، يعني كل حاجة بالمعتدل، يعني ناكل لحوم حمراء وناكل بيض علشان نقوي عنصر الزنك عندنا. ده حقيقي. وعارفة يا مريان كمان نقص الزنك بيؤثر، يمكن مؤخرا عرفنا ان هي، وناس كتير كمان ما تعرفش، انا نفسي ما كنتش اعرف المعلومة دي، على التطور الجنسي للطفل نفسه. لو هو عنده الزنك ناقص، فدي برضو احيانا نقول ايه، الطفل اتأخر في سن المراهقة، الطفل مثلا البنت مثلا اتأخرت في مظاهر المراهقة. فده برضو انا اول مرة الحقيقة اعرف المعلومة دي. وكمان نقص الزنك على فكرة بيسبب فقدان الوزن. ايه رأيك؟ طب ما دي حلوة لينا. مش حاجة وحشة. انا عندي نقص يعني انا ما قريت فقدان الوزن ده، ما احنا يعني بتطلع عينينا عشان ننزل وزننا بس خلاص كده. لكن دي وحشة بقى للأطفال. دي وحشة يعني الطفل لما وزنه بيقل حاجة مش كويسة. كمان التهابات جلدية، التهابات فم، التهابات لسان، الحقيقة مجموعة من التهابات بنلاقيها بسبب نقص الزنك. طب الزنك ده نلاقيه فين؟ نلاقيه لحوم حمراء، في البيت، دواجن، مأكولات بحرية، مكسرات، بذور، زي مثلا بذور، ممكن نقول مثلا بذور شيا، بذور بذر الكتان، الحاجات دي هو مش قايلين ايه، بس البذور عامة الحاجات دي بيساعد كمان على التئام الجروح. صحيح. حلو جدا لو نسبته متوفرة في الجسم. تلاقي ناس كتير قوي بتشتكي انا جرحي بقاله كتير مثلا، بيبقى صعب ان هو يلتئم على طول. صحيح. فده حاجة. بقوليات، حبوب كاملة، حبوب كاملة زي البليلة. فالحاجات دي حلوة قوي بالنسبة، مصادر مهمة جدا للزنك.